بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا في الكورس راح تكون تحت مسمى Engineering Analysis، التحليل الهندسي أو التحليلات الهندسية. وراح نتطرق إلى عدة مواضيع رياضية وهندسية بهالمادة هذا. أبرز موضوع هو المعادلات التفاضلية. فخلنا نجي ناخذ بأول فصل فد مقدمة عن المعادلات التفاضلية وأنواعها وتصنيفاتها. شو المقصود بالمعادلة التفاضلية؟ المعادلة التفاضلية هي المعادلة تحتوي على مشتقة أو أكثر. يعني أي معادلة أشوفها بيها مشتقة أو عدة مشتقات فهذه معادلة تفاضلية، سواء مشتقة واحدة أو عدة مشتقات. يعني مثلا إذا نجي هذه أول معادلة، نعطيني دي واي أوفر دي إكس زائد دي تو واي أوفر دي إكس تو يساوي كوساين إكس. هذه المعادلة طبعا من أشوف طرف أيسر وأشوف علامة مساواة وأشوف طرف أيمن فهذه معادلة كويش. من أشوف بها دي واي أوفر دي إكس هذه مشتقة، فإذن هذه أسميها معادلة تفاضلية، أسميها معادلة تفاضلية differential equation. طبعا بالمعادلة التفاضلية هنعرف بأن لازم عنده مشتقة، فالمشتقة إما بهالرمز هذا المشتقة الأولى نرمز لها دي واي أوفر دي إكس. طبعا دي واي أوفر دي إكس تمثل مشتقة واي نسبة إلى إكس، مثل ما نعرف بأن مشتقة واي نسبة إلى إكس يعني بمعنى آخر معناها تغير معدل تغير واي نسبة إلى معدل إلى تغير إكس، معدل تغير واي نسبة إلى تغير إكس. بس شنو مو بانترفال يعني كبير، وإنما انترفال صغير جدا يقترب من الصفر كأنما في نقطة واحدة، فهذا معناه معدل تغير في نقطة واحدة. نقدر نقول y تعتمد على x، y تعتمد على x. من أشوف dy over dx معناها ال y جاي تعتمد على x، فال x أسميه متغير مستقل independent يتغير براحته. إذا تغير ال x يتغير تبعا إلى منه ال y، فال y يعتمد على اليمين على x، فالواي سميه متغير معتمد لأن يعني جاي يعتمد على الأكس، والأكس أسميه متغير مستقل. فهنا الواي قلنا هو المتغير المعتمد أو نسميه بعض الأحيان متغير رئيسي. هذا المتغير المعتمد أو الرئيسي جاي يعتمد عليه من على متغير مستقل هو الأكس، فس جاي نشتق الواي نسبة إلى الأكس. إما ينطيني المشتقة بهالرمز هذا دي واي أوفر دي إكس، أو بهالرمز هذا d2y over dx squared أو 2. هذا معناه من أشوف 2 معناه مشتقة ثانية، مشتقة y الثانية نسبة المن إلى x. أو ينطيني هذه المعادلة التفاضلية الثانية capital D capital D z معناها المشتقة الأولى z. d4 d4z معناها المشتقة الرابعة المن z. فالمشتقة إما ينطيها بهالرمز هذا dy over dx أو بهالرمز هذا capital D. هذا أيضا لأن أشوف عندي capital D z معناها مشتقة z، فهذا معناها معادلة تفاضلية. أو ينطيني برمز ثالث اللي هو y double prime أو y double dash، هذا معناها المشتقة ثاني إلمن للواي، وهذا معناها y double prime أو العفو y prime أو y dash هذا معناها المشتقة الأولى للواي. هذه أيضا لأن تحتوي على مشتقة فمعناها معادلة تفاضلية. أو ينطيني المشتقة بهالصورة هذه x dot ناقص 2 x double dot يساوي مثلا 5، فالx dot معناها مشتقة x نسبة لمن؟ نسبة إلى الزمن. من نشتق نسبة للزمن دائما هالتعبير يستخدم الفيزيائيين، من نشتق نسبة متغير نسبة للزمن فنقول dot، فمن نشوف دوت فمعناها المشتقة الأولى الأكس نسبة لمن؟ للزمن. دبل دوت معناها المشتقة الثانية الأكس نسبة لمن؟ نسبة للزمن. فإذا المتغير المعتمد هنا عندي الأكس والمتغير المستقل هو الزمن التي. فأيضا من نشوف هذه الرموز فمعناها هذه مشتقات، يعني من أشوف مشتقة بالمعادلة التفاضلية هذه أسميها معادلة تفاضلية، من أشوف مشتقة بالمعادلة أسميها معادلة تفاضلية. فالمشتقة إما بهالرمز هذا أو بهالرمز هذا أو بهالرمز هذا أو بهالرمز هذا.
فدائما من أشوف مشتقات فمعنى هذا معادلة. إذا المعادلة هي المعادلة تحتوي على مشتقة أو أكثر، سواء وحدة أو أكثر. نجي إلى تصنيف المعادلات التفاضلية. طبعا أكو عدة تصنيفات المعادلات التفاضلية، واحدة من التصنيفات يجي يصنفها حسب نوع by type. شو المقصود بالنوع؟ إحنا مثل ما شفنا المعادلة التفاضلية هسه، المعادلة التفاضلية الأولى قلنا الواي يعتمد على من؟ على X، يعني المتغير المستقل منه X، وأيضا المشتقة الثانية هو نسبة X، فأيضا هو المتغير المستقل منه X. فإذا كانت بالمعادلة التفاضلية متغير مستقل واحد، مثلا هذه المعادلة بها X فقط، فإذا كان عدد المتغيرات المستقلة واحد، المعادلة على متغير مستقل واحد، فهذه أسميها ordinary differential equation، معادلة تفاضلية اعتيادية. ordinary differential equation، معادلة تفاضلية اعتيادية، نرمزها برمز عادة capital O D E، معناها ordinary differential equation. مثلا هذه المعادلة عند متغيرين، إذا انتبه y و x، y تعتمد على x، فمعناها x متغير مستقل، لأن بس واحد ما عنده متغير ثاني مستقل، فهذه المعادلة سميها ordinary differential، معادلة تفاضلية اعتيادية، ونرمز للمشتقة بالرمز هذا small d. هذه المعادلة الثانية أيضا عندي بس dy ودx، يعني متغير مستقل واحد، فهذه ordinary. هذه المعادلة التفاضلية الثالثة، هنا عندي y تعتمد على x، وعند z تعتمد على x، يعني y متغير معتمد والزد متغير معتمد، عندي متغيرين معتمدين اثنين الواي والزد، اثنين يعتمدون على من؟ على الاكس. فاذا معناها عدد المتغيرات المستقله هو واحد فقط الاكس. قلنا اذا عدد المتغيرات المستقله واحد فهذا يسميها ordinary differential equation، هذا يسميه المعادله التفاضليه الاعتياديه. هذا النوع الاول. النوع الثاني، اذا كانت المتغيرات المستقله عددهم اكثر من واحد، مثلا هذه المعادلة هنا الواي متغير معتمد يعتمد على من؟ على الاكس. هنا نفس اليو هنا تعتمد على الاكس، هنا نفس اليو ولكن تعتمد على من؟ على الواي، فمعناها اليو متغير المعتمد الموجود بالمسألة يعتمد على من؟ يعتمد على الاكس ويعتمد على الواي، فمعناها عندي متغيرين مستقلين اثنين، اذا عدد المتغيرات المستقلة الاكس والواي اثنين، لين أصبح عدد المتغيرات المستقلة أكثر من واحد، فهذا يسميها partial differential equation، معادلة تفاضلية جزئية partial differential equation، نرمز لها برمز capital P D E. وعادة يعني المشتقة تمييزا لها حتى تميزها ما نرمز لها بالsmall d، وإنما بهذا الرمز لنقراها partial، partial to u إلى partial x to أو partial x squared، وهنا partial u على partial y، هذا معناه المشتقة الأولى. ومن أشوف partial فمعنى هذه المعادلة تنبئني بها معادلة partial، يعني أكو أكثر من متغير مستقل. هذه المعادلة الثانية مثلا عندي partial w، w تعتمد على x واليو تعتمد على x واليو تعتمد على y، أصبح عدد المتغيرات المعتمدة من علاقة به اثنين ثلاثة أكثر واحد مو مهم، بس المتغيرات المستقلة لاحظ عندي X وعندي Y، فإذن أصبح عدد المتغيرات المستقلة اثنين أكثر من واحد، إذن هذه partial differential equation. هذا التصنيف حسب النوع by type. عندي تصنيف آخر by order حسب الرتبة. شو المقصود بالرتبة؟ الرتبة هي أعلى مشتقة موجودة بالمعادلة التفاضلية. من هو أعلى مشتقة موجود مع التفاضلية؟ جد الأوردر مالته، فهو يجي نقول هذا الأوردر مالت المعادلة التفاضلية، يعني هسه هذه المعادلة التفاضلية عند المشتقة الأولى منطينيها سكوير زائد ساين إكس يساوي صفر، فأعلى مشتقة موجودة عندي المشتقة الأولى، عندي فقط المشتقة الأولى، ما لي علاقة بالأس مالته، أعلى مشتقة موجود المشتقة الأولى، لأن المشتقة الأولى فإذا هذه أسميها من الفيرست أوردر. إذن هذا first order ordinary differential equation، هذا من الرتبة الأولى. المعادلة اللي بعدها عند المشتقة الثالثة الجزئية لليو نسبة للإكس زائد المشتقة يو الجزئية نسبة للواي يساوي صفر،
أعلى مشتقة عندي هسه مشتقتين، هنا مشتقة أولى وهنا مشتقة ثالثة، فمن هو أعلى مشتقة؟ أكيد المشتقة الثالثة. لي أنا أعلى مشتقة موجود عند المشتقة الثالثة، فإذن هذه نسميها من الثيرد أوردر، من الرتبة الثالثة. إذن أعلى مشتقة موجودة بالمعادلة هي راح أقول هي هذه الرتبة، العدد مالتها والرقم مالتها هي أقول هذه الرتبة مالت المعادلة التفاضلية. مثلا على سبيل المثال إذا عندي موجود أعلى مشتقة المشتقة الخامسة، فأقول إذن هذه المعادلة من fifth order، من الرتبة الخامسة. ما العلاقة بالأس؟ ما العلاقة بالأس مالت المشتقة؟ وإنما أخذ المشتقة نفسها. التصنيف الثالث by degree، بالدرجات، حسب الدرجات. شو المقصود بدرجة المعادلة التفاضلية؟ درجة المعادلة التفاضلية هي الأس لأعلى مشتقة موجودة. من هو أعلى مشتقة موجودة بالمعادلة؟ أجي أشوف الأس مالتها فأقول هو هذا الدجري مالت المعادلة التفاضلية. فرضا هذه المعادلة التفاضلية اللي أخذناها سابقا، اللي قلنا هذه أعلى مشتقة موجودة عند المشتقة الأولى، فقلنا هذه من first order، قلنا هذا من first order. إذا نشوف من يا درجة أعلى مشتقة عند المشتقة الأولى، أشوف الأس مالتها قد، بما أن اثنين، إذن هذه من second degree، إذن هذه من الدرجة الثانية. إذن هذه المعادلة التفاضلية هي من second degree من first order. أعلى درجة هي اثنين، والأوردر مالتها الرتبة مالتها هي واحد. اللي بعدها مثلا أشوف عندي المشتقة الثانية زائد المشتقة الأولى الواي ناقص الواي سكويرد يساوي إي تو إكس. فإحنا نريد نشوف هسه، إذا نريد نشوفها خلينا نقول من الأوردر، من يا أوردر، من هو أعلى مشتقة؟ المشتقة الثانية، فإذا هذه من السكند أوردر. إذا أريد أشوف من يا درجة، أقول هذه الأعلى مشتقة اللي هي المشتقة الثانية قد الأس مالتها؟ حسب ما منطني هنا فالأس مالتها واحد، طول ما أسها واحد إن هذه من first degree. إذن هي صحيح هي second order، ولكن شنو من first degree، من الدرجة الأولى. المعادلة الثالثة اللي بعدها منطين المشتقة الثالثة squared زائد 2 في المشتقة الأولى أس 4 يساوي 2 x. إذا أريد أشوف من يا رتبة، من يا order، أشوف من هو أعلى مشتقة عندي مشتقتين، يعني الأولى والثالثة، فأكيد الثالثة أعلى مشتقة، لأن الثالثة أعلى مشتقة فأقول من third order، إذن من الرتبة الثالثة. من يا درجة أشوف هذه الأعلى مشتقة اللي هي المشتقة الثالثة قد الأس مالتها؟ اثنين، بما أنها الأس مالتها اثنين فإذن هي من second degree، إذن هي من second degree، من درجة ثانية. التصنيف الأخير يجي يصنفها باي لينيرتي، حسب الخطية مالتها. الخطية جاية من لاين، اللاين خط مستقيم، فإذا عندي علاقة خطية أقول لينير، علاقة خطية. يمتى أقول عن معادلة التفاضلية معادلة خطية أو معادلة غير خطية؟ دائما طبعا جاي نحكي بالنسبة للمتغير الرئيسي أو المتغير المعتمد، اللي هو خلينا نقول على سبيل المثال جاي نفرض بأن عندي واي تعتمد على الإكس، متغيرنا المعتمد خلينا نقول هو الواي، ومتغيرنا المستقل هو الإكس، فالواي جاي تعتمد على من؟ على الإكس. هذه المعادلة يمتى أقول عليها معادلة تفاضلية خطية؟ أشوف أجي أتباوع الديبندنت فاريبل، المتغير المعتمد الرئيسي اللي هو الواي، لازم يكون يحقق شرطين حتى أقول عن معادلة تفاضلية بينها معادلة خطية. الشرط الأول أن يكون المتغير مالتنا الرئيسي أو المعتمد اللي هو الواي ومشتقاته كلهم جايين بالمعادلة التفاضلية موجودين بصيغة خطية linear form. الواي ومشتقاتها تكون بصيغة خطية. شنو معنى صيغة خطية؟ يعني أسهم واحد، يعني أسهم واحد، الأس مالتها مالت الواي ومالت مشتقاتها واحد، أو يجون بصيغة خطية. صيغة خطية يعني فرضا يعني مثلا عندي كوساين واي، الكوساين واي احنا نعرف أن رسم الكوساين مو خط مستقيم وإنما على شكل موجة، على شكل منحني. بما أن كوساين واي يعني هو صحيح الواي أس واحد بس مو يعني مو الوحدة وإنما كوساين واي، طول ما كوساين واي هو معادلة غير خطية فإذا المعادلة ككل هي معادلة غير خطية. نجي هسه بالعنوان، الشرط الأول أن تكون الواي ومشتقاته أسهم واحد أو جايين بصيغة خطية بصورة عامة. إذا نحكي الشرط الثاني
ما عندي حاصل ضرب، ما عندي حاصل ضرب بين الواي وإحدى مشتقاته، أو بين مشتقة الواي مع مشتقة أخرى للواي. إذا أتحقق الشرطين، الشرط الأول والشرط الثاني، فأقول على المعادلة التفاضلية، هذه معادلة خطية بالنسبة للواي. طبعاً جرحت بالنسبة للواي. خلنا نأخذ أمثلة. مثلاً هذه المعادلة المطينة، بما أنها موجودة مشتقات، إذا هذه معادلة تفاضلية. بما أن عندي فقط واي وإكس، يعني واي جاي تعتمد على إكس، فمعناها ordinary differential equation. من يا أوردر؟ قلنا الأوردر هو أعلى مشتقة، أعلى مشتقة موجود عندي المشتقة الثالثة، فإذا هي third order. تجدد الدرجة مالتها الدجري، أشوف الأعلى مشتقة اللي هي هنا المشتقة الثالثة، تجدد الأس مالتها، بما أن منطق أسها واحد، إذا هذه من first degree. أريد أعرفها هي خطية بالنسبة لواي أو لا. أشوف الشرطين، الشرط الأول أن ما عندي لازم يجي الواي ومشتقاتهم، مشتقاته كلهم اسم واحد أو صيغة خطية، جايين بصيغة خطية. أشوف هنا عندي بالحد الأول مشتقة الثالثة الواي أسها واحد، أوكي إذا هذه لينير. الحد الثاني عندي مشتقة واي الأولى، بما أن أيضا أسها واحد، إذا هذا الحد لينير. أجل الحد الثالث هنا الواي أيضا أسها واحد، إذا هذا شنو؟ لينير، الواي جاي لينير. الحد الأخير ما بي واي ما له علاقة به، أنا جاي نحكي بالنسبة للواي متغير المعتمد. بما أن جميع الحدود يعني الواي ومشتقاتها أسهم واحد، يعني جايين بصيغة خطية، وما عندي حاصل ضرب واي في مشتقة إله. إذا تلاحظ هذا الحد فقط مشتقة ثالثة، هذا اثنين في مشتقة أولى فقط، الحد الثالث فقط واي، يعني ما عندي حاصل ضرب واي في مشتقة إله، أو مشتقة للواي خلق مثل المشتقة الأولى في المشتقة الثانية للواي. بما أن أتحقق الشرطين، فهذه المعادلة أسميها لينير، هذه المعادلة أسميها لينير، معادلة خطية. المعادلة اللي بعدها، الحد الأول المشتقة الأولى أس واحد، إذا الحد الأول أوكي خطي. الحد الثاني واي سكويرد، الواي سكويرد ناقصية غير خطية، يعني مو واي أس واحد وإنما واي سكويرد، فمعنى هذا شنو؟ هاي الصيغة غير خطية، فإذا المعادلة ككل أقول عليها معادلة غير خطية، نن لينير. يعني مجرد أن حد واحد فقط يصير غير خطي، فالمعادلة ككل أحكم عليها بأنها غير خطية، نن لينير. المعادلة اللي بعدها هنا، إذا أشوف عندي بهالحد هذا الساين واي، وننحر بأن الساين للواي يكون موجة خطية على شكل منحني، فإذا كانت على شكل معناها غير مو خط مستقيم، إذا هذا المعادلة لينير. إذا هذه المعادلة لينير، ليش؟ لأن الواي ما وردت بصيغة خطية، ما وردت أو ما جاءت بصيغة خطية، وإنما وردت بصيغة الساين اللي هو شنو؟ صيغة غير خطية. المعادلة اللي بعدها هنا عندي مطين مشتقة الرابعة أسها واحد، أوكي صيغة خطية. هنا عندي المشتقة الأولى أسها اثنين سكويرد، بما أن المشتقة واي إحنا قلنا لازم الواي ومشتقاتها كلهم اسم واحد، بينما هنا المشتقة الأولى أس اثنين، إذن هذا صيغة غير خطية، إذن المعادلة ككل هي معادلة لينير. المعادلة الثالثة، إذا تشوف الحد هنا، الحد الأول عندي المشتقة واي الثالثة، مشتقة يو الثالثة أسها واحد، أوكي صيغة خطية. الحد الثاني يو في مشتقة يو نسبة لواي، هسه اليو متغير معتمد، متغير رئيسي، إحنا لازم متغير رئيسي يكون ما عندي حاصل ضرب متغير رئيسي في مشتقته. هنا عندي يو في مشتقة يو، إذن هذا صيغة غير خطية. ليش؟ لأن وردت يو في مشتقة يو، إذن هذا صيغة غير خطية. إحنا الشرطين لازم الشرط الأول تكون متغير رئيسي ومشتقاته اسم واحد. الشرط الثاني ما عندي حاصل ضرب متغير رئيسي في مشتقته. هسه أنا عندي شنو متغير رئيسي اليو في مشتقته اللي هي بارشلو لا بارشلو. إذن هذه صيغة غير خطية، أحكم عليها بأن أقول صيغة غير خطية. المعادلة الرابعة منطيني معادلة أخرى، العفو منطيني مشتقة الرابعة للواي نسبة للإكس أسها واحد، أوكي إذا صيغة خطية. الحد الأول. الحد الثاني عندي المشتقة الثانية للواي في مشتقة واي، إذن الشرط الثاني شبيه ما تحقق. الشرط الثاني لازم يكون عندي ما عندي حاصل ضرب واي في مشتقته أو مشتقة الواي في مشتقة أخرى للواي. هسه عندي المشتقة الواي في المشتقة الثانية، بما أن حاصل ضرب بين مشتقتين
للمتغير الرئيسي نفسه. إذن هذه المعادلة، هذا الحد غير خطي، فإذا المعادلة ككل أحكم عليها أقول بأنها معادلة غير خطية، معادلة غير خطية. هذه حسب أنواع تصنيفات المعادلات التفاضلية، صنفناها حسب أربع أنواع، العفو حسب أربع تصنيفات، إما حسب النوع أو حسب الأوردر أو حسب الدجري أو حسب اللينيرتي. نجي إلى حل المعادلات التفاضلية. طبعا احنا اذا عندي معادلة تفاضلية، خلينا نقول هسه هذه المعادلة التفاضلية منطينها بما ان اعلى مشتقة المشتقة ثالثة الواي نسبة للاكس، اذا اقول هذه من ثيرد اوردر. طبعا من اريد احلها لازم اتخلص منين؟ اتخلص من المشتقة، يعني لازم ايش اوجد؟ اوجد علاقة تربط الواي والاكس. اذا حل المعادلات التفاضلية هو ايجاد علاقة، هو إيجاد علاقة ريليشن تربط بين المتغيرات، علاقة تربط بين الواي والإكس، إما واي تساوي فانكشن أوف إكس أو أوجدها إكس تساوي فانكشن أوف واي. المهم علاقة تربط بين المتغيرات، وهاي علاقة شلون أجيبها؟ لازم أتخلص منين؟ من المشتقة، لازم أتخلص من المشتقة. فمجرد أن أتخلص من المشتقة معناها وصلت إلى الحل، وصلت إلى الحل، لأن أصبح الحل شبيه خالي من المشتقة، فهذا أسميه solution، أسميه حل. طبعا نجي إذا أريد أنواع الحل، إحنا دائما من حل معادلة تفاضلية دائما نبحث عن general solution، عن الحل العام. شو المقصود بالحل العام general solution؟ على سبيل المثال خلينا نقول عند هذه المعادلة التفاضلية من رتبة الثالثة، قلنا من رتبة الثالثة ليش؟ لأن أعلى مشتقة المشتقة الثالثة. شنو حلها العام؟ حلها العام يكون هو الحل اللي يحتوي على عدد ثوابت عشوائية مساوي إلى عدد الأوردر مات المعادلة التفاضلية. يعني المعادلة التفاضلية من الرتبة الثالثة، لأنها من الرتبة الثالثة فالمفروض حلها العام يحتوي على ثلاث كونستانس، ثلاث ثوابت. طبعا الثوابت منين تجي؟ الثوابت تجي من أكيد من عملية التكامل. إحنا كل ما كامل شو نقول؟ زائد ثابت تكامل. طول ما مشتقة ثالثة معناها احنا يعني بشتى الاحوال راح نحتاج تقريبا ثلاث عمليات تكامل، اما مباشرة او غير مباشرة داخلية. فالمهم راح عندي ثلاث ثوابت، فاذا بالحل عندي ثلاث ثوابت عشوائية، طبعا عشوائية اربتر كونستانت، معناها هذا ممكن يجي ياخذ اي قيمة الثابت من سالب انفينيتي الى انفينيتي، سالب مية، الف، صفر، واحد، ممكن يجي ياخذ هذا اربيتري كون، يجي ياخذ اي قيمه، فهذا اسميه اربيتري كونستانت، ثابت عشوائي. فهذه المعادله التفاضليه لانها من الاوردر الثالث من الرتبه الثالثه، فلازم عندي بالحل العام ثلاث ثوابت. اذا اشوف بالحل عندي ثلاث ثوابت عشوائيه فاقول هذا جنرال سولوشن، حل عام. يعني مثلا واحد يقول هاي المعادله التفاضليه اذا اخذ الواي تساوي اي والاي كونستانت، الاي كونستانت عشوائي اربيتري كون، ممكن يجي ياخذ اي قيمه، فهذا بالحقيقه شنو؟ مو حل واحد، وان مجموعه لا نهائيه من الحلول، كل ما اغير الاي احصل على حل. هذا الحل الاول اللي هو يساوي كونستانت فقط وكونستانت عشوائي، هذا يعتبر حل المعادله التفاضليه. ليش؟ لان من اعوض المعادله التفاضليه يحققها، يعني اذا عوض عن هذا الواي بالحل اللي هو الواي تساوي، يعني عوض عن كل واي اي، هنا احتاج مشتقة الثالثة للواي. هسه من اجي اشتق الاي، الاي كونستانت مشتقتها صفر، الاولى والثانية صفر والثالثة صفر، اذا اصبحت مشتقتها الثالثة تساوي صفر، يعني الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن، اذا هذا سوليوشن، هذا حل. ليش؟ لانه يحقق المعادلة التفاضلية. واحد ثاني يقول الحل هو بي في الاكس، والبي اربيتري كونستانت ثابت عشوائي. ليش حل؟ لان يعني من اجي اعوضه احتاج المشتقة الثالثة، من اجي اشتق هنا الواي عوض المعادلة التفاضلية احتاج مشتقة واي، فمن اجي اشتقها مشتقة راح يصير بي فقط، المشتقة الثانية راح يصير عندي صفر، مشتقة الثالثة صفر، فاذا حقق الطرف الاس يساوي الطرف اليمين، فاذا هذه سوليوشن فعلا صحيح، اذا هذا حل وهذا حل. واحد يقول الحل هو سي في الاكس التربيع، سي ثابت عشوائي مضروب بالاكس تربيع. ليش حل؟ لان من اجي اعوض ايضا يحقق، هذا من اشتقها ثلاث مرات
حتى أوصل المشتقة الثالثة. المشتقة الأولى راح يصير عندي 2 سي إكس، المشتقة الثانية راح يصير 2 سي، المشتقة الثالثة راح يصير عندي 0، فإذا 0 يساوي 0، إذا هذا حق المعتبر، إذا هذا السولوشن صحيح. هذا السولوشن ما نسميه جنرال سولوشن، ليش؟ لأن عدد الثوابت العشوائية به مو بعدد الأوردر، مو 3، وإنما هنا عندي 1، وأيضا هنا عندي ثابت 1، أيضا هذا مو جنرال سولوشن، وأيضا هنا عندي شنهي ثابت 1، هذا مو جنرال سولوشن. الحل العام لازم يحتوي على 3 ثوابت. الحل العام، الحل كومبليت، المعادلة التفاضلية، أجي أجمع هذه الحلول الفرعية، خلينا نقول الحلول الفرعية أسميه الحل العام، أجمع الحل الأول y1 زائد y2 زائد y3، شو يصير عندي؟ a زائد b في x زائد c x3، وقلنا ال a وال b وال c 3 ثوابت عشوائية arbitrary constant. هسه بما أن أصبح عدد ثوابت العشوائية 1 2 3 3 بعدد الأوردر، إذن هذه أسميها general solution. فإحنا دائما نبحث بحنا عن من؟ عن general solution، يعني لازم نوجد عدد الثوابت العشوائية مساوي لعدد الأوردر مات المعادلة التفاضل. أما أي حل ثاني مثلا، هذا الحل ما أسميه جنرال، حل فرعي، هذا أيضا حل فرعي، هذا حل فرعي، إذن هذه مو جنرال. الجنرال سولوشن منه؟ هذا الأخير هو الجنرال سولوشن، أي زائد بي في الأكس زائد سي أكس تربيع. هسه هذا إذا عوض المعادلة التفاضلية راح يحققها أيضا، من أشتق مرة أولى ومرتين وثلاث راح أشوف مشتقها تساوي صفر، يعني الطرف الأيسر يساوي الطرف إذا حقق المعادلة التفاضلية. فإذا إذا عندي، بمعنى آخر إذا عندي مجموعة من الحلول الفرعية، فمن أجي أجمعهم راح أحصل على حل أيضا. إذا عندي حل أول وحل ثاني وحل ثالث، من أجي أخذ مجموعهم راح يصير، راح يبقى هو حل أيضا، راح يبقى حل أيضا. وإذا انتبه، إذا عدد المتغيرات العشوائية عفوا الثوابت العشوائية بعدد الأوردر هذه من الدرجة، هذا جنرال سولوشن. عندي نوع آخر اسمه البارتيكولر سولوشن، حل خاص. الحل خاص منين يجي؟ يجي من الحل العام. يعني فرضا هذه المعادلة التفاضلية، قلنا هسه هذه معادلة تفاضلية، ليش؟ لأن بها مشتقة، أعلى مشتقة، المشتقة الثانية الواي نسبة الإكس، فأنا إذا أحلها لازم أتخلص منين؟ من المشتقة، لازم أوجد علاقة بين الواي والإكس، أتخلص من المشتقة. بما أنها من الأوردر الثاني، فالجنرال سولوشن الحل العام إلها لازم يحتوي على كم كونستانت؟ على 2. لاحظ نال y تساوي a زائد b في x، هذا حل عام. ليش؟ لأن يحتوي على 2 كونستانت عشوائي ويحقق المعادلة التفاضلية. من أجي أعوضها اشتق مرة ومرتين أشوف المشتقة الثانية تساوي صفر، إذن هذا جنرال سولوشن، هذا جنرال سولوشن سميناه اختصارا GS، جنرال حل عام. الحل الخاص منين يجي؟ الحل الخاص يجي من الحل العام. احنا قلنا الـ A والـ B ثوابت عشوائية، ممكن تجي تاخذ أي قيمة، فمجرد أنطي قيمة للـ A وأنطي قيمة للـ B، فرضا هسه هنا أنطينا قيمة الـ A 2 وقيمة الـ B 3، مجرد أنطينا قيم محددة حصلنا على حل، هذا أيضا حل، من أجل عوض حق المعادلة التفاضلية. بس هذا الحل إيش أسميه؟ أسميه Particular Solution، هذا حل خاص، اختصارا Capital PS، هذا حل خاص Particular Solution. ليش؟ لأن ما بي ثوابت عشوائية، وإن بي ثوابت محددة لها قيمة 2 و 3. هذا الحل العام، ذات الثوابت العشوائية، مجرد أنطي قيمة الـ A والـ B، سواء أي 0 بي 0 بي 1 أي 5 سالب 10، مجرد أنطيها قيم محددة راح أحول الحل العام من إلى حل خاص. فإذا عندي نوعين من الحلول، الحل العام General Solution والحل الخاص Particular Solution. ملاحظة على حل المعادلة التفاضلية، فرضا عند هذا المعادلة التفاضلية dy over dx يساوي x، يعني مشتقة y نسبة x تساوي x، فالy متغير معتمد يعتمد عليه من على x، والx من متغير مستقل independent variable. هسه من أريد أحل هذا المعادلة، أتبع هذا المعادلة، من أضرب الطرفين في dx أصبح عندي الطرف اليسار فقط dy، والطرف اليمين أصبح x في dx، أصبحت معادلتي dy يساوي x في dx. إذا تشوف الحد الأول اللي موجود بالطرف اليسار فقط dy، يعني شنو؟ فقط لها علاقة بالمتغير y،
الطرف اليمين، اما اسميه الطرف اليمين او انقله للطرف اليسار، راح يصير اشاره السالب اكس دي اكس. اقول الحد الثاني، الحد الثاني موجود ب اكس دي اكس، اكس مضروب يمين في الدي اكس، فايضا هي ايش هي؟ هذا الحد فقط له علاقه بالاكس، يعني الحد الاول له علاقه بالواي فقط، الحد الثاني له علاقه بالاكس فقط. يعني بالحد الاول ما موجود عندي اكس، موجود عندي فقط واي دلالة مشتقتها. الحد الثاني فقط اكس موجود، اكس ومشتقتها، يعني ما عندي واي. هيك معادله نسميها الفاريبل مالتها، نقول الفاريبل مالتها منفصله، variables are separated، هذه مفصوله المتغيرات، يعني الاكس مفصول عن الواي، هذه نسميها بالحدود، يعني كل حد ما تلقى عندك واي مع الاكس، يعني واي مضروبه في الدي اكس او واي في اكس، لا، وانما الواي بحد والاكس بحد اخر. هيك معادله نسميها مفصوله المتغيرات او منعزله، المتغيرات تكون معزوله او مفصوله عن بعضها. اذا اريد احلها فمجرد اكامل الطرفين، اذا اريد نحلها نقول تكامل الطرف اليسار يساوي تكامل الطرف اليمين، ونكملها بصوره تكامل الدي واي هو واي، تكامل اكس اكس تربيع على 2، ولا تنسى زائد ثابت تكامل. حصلنا على الحل، وقلنا هذا حل جنرال سولوشن، ليش؟ لان يحتوي على ثابت عشوائي بعدد الاوردر، بعدد الاوردر. معادلتنا كانت اعلى مشتقه المشتقه الاولى، فلانها مشتقه اولى لازم نحصل على عدد كونستانت واحد بعدد الاوردر، الاوردر واحد، فعدد الثوابت العشوائيه تكون واحد، فهذا جنرال سولوشن. هسه من اعوض هذا بالمعادله التفاضليه، راح احط المعادله التفاضليه. طبعا احنا هذه الخطوه سابقا من كانت تجيني هيك معادلات دي واي اوفر دي اكس يساوي اكس. اذا تشوف كنا اذا كان عندنا الطرف اليمين فقط اكس، يعني ما بيها واي، فقط اكس مو موجوده عندي واي، فبعد هاي الخطوه احنا ما كنا نسويها، ما كنا نضرب بالدي اكس باعتبار هاي خطوه مفهومه، كنا نكامل راسا تكامل دي واي اوفر دي اكس نقول واي، وتكامل اكس اكس تربيع على 2 زائد انسي. هذه الخطوه اوتوماتيكيا ما نسويها اولريدي، نقول هي هاي مفهومه. ليش مفهومه؟ لان الطرف اليمين شنو؟ فانكشن اوف اكس فقط، فانكشن اوف اكس فقط، فكنا نكامل مباشره. يعني كان اذا عند الطرف اليسار فقط فانكشن اوف واي، العفو فقط مشتقه واي نسبه لاكس، والطرف اليمين فقط فانكشن اوف اكس، فكنا نكامل راسا باعتبار شنو؟ باعتبار المتغيرات مفصوله، باعتبار المتغيرات مفصوله، يعني من اضرب بالدي اكس راح تنفصل المتغيرات، فاحنا هذه الخطوه ما كنا نسويها، كنا نكامل راسا بهاي معادلات بسيطه نسميها، حلها بسيط. بينما اذا تجيني معادله خلينا نقول هسه نفسها بس الطرف اليمين يصير اكس زائد واي، هسه هذه المعادله التفاضليه يصير اكاملها راسا، يعني تكامل الطرف اليسار يساوي الطرف اليمين؟ لا، ببساطه لا. ليش؟ لان يعني من اضرب الطرفين في الدي اكس، لاحظ اصبح الطرف اليسار فقط دي واي، خلصنا من الدي اكس، والطرف اليمين اصبح اكس زائد واي، الكل مضروب بمن؟ بالدي اكس. هسه اذا انتبه الحد الاول دي واي فقط الواي، اوكي هذا ما عندي مشكله به، ما عندي اختلاط متغيرات، ما عندي واي مختلط مع اكس او مضروب مع اكس او مجموع مع اكس، فقط الواي، يعني ذات مشتقه واي ومشتقه. بينما الطرف اليمين او الحد الثاني ذا شوف عندك اكس زائد واي مضروب بمن؟ بالدي اكس، اكس زائد واي مضروب بالدي اكس. يعني حتى من اريد افتح القوس اقول اكس في دي اكس هذا حد، اوكي ماكو مشكله به، بس الحد اللي بعده شو يصير عندي؟ واي في دي اكس، بما ان اصبحت واي في دي اكس اصبح اختلاط متغيرات بالحد هذا، اصبح واي مضروب بمن؟ بالدي اكس، هذا اختلاط متغيرات. اذا هذه الفاريبل شبيهه غير مفصوله، بما ان الفاريبل غير مفصوله او غير معزوله عن بعضها، اذا بعد ما يصير اكامل رسم، وانما من اريد احلها لازم ابحث عن من؟ عن طريقه مناسبه للحل، اللي هو راح ناخذه بالمحاضرات السابقه، شلون اتعامل مع هيك نوع من المسائل. فاذا بمجرد تشوف عندك بالطرف اليسار فقط مشتقه واي نسبه لاكس دي واي اوفر دي اكس، وتشوف عندك بالطرف اليمين مجرد يدخل عندك الواي بالطرف اليمين، فبعد هذه المعادله ما يصير تحلها اوتوماتيكي مثل ما تعلمنا قبل، نكامل الطرفين راسا، لا، وانما تبحث عن طريقه للحل.
مجالس عندك الطرف اليمين اختلاط متغيرات اكس مع واي سواء مجموعه مع بعض او مطروحه من بعض او حاصل ضرب او حاصل قسمه، بعدها ما تصير تكامل راسا الطرفين، وانما تبحث عن طريقه لحلها. تبحث عن طريقه لحلها، راح نجي ناخذ الانواع محاضرات لاحقا ان شاء الله. هذه ملاحظه جدا مهمه. بدراستنا السابقه ما كنا نعاني مشكله من هذا النوع. ليش؟ لان كنا دائما نتعامل مع معادلات بسيطه، يعني دائما الطرف اليمين هو function of x فقط، فبعد ما يحتاج كنا نضرب بالدي اكس نقول هذه اوكي هي مفصوله، حتى ما نضرب بالدي اكس هي اولريدي مفصوله، فكنا نكامل طرفين راس. هسه لا، اذا دخل عندي بالطرف اليمين الاكس مع الواي اختلط، يعني صار عندي الواي بالطرف اليمين سواء يجي بوحده او يجي مع الاكس، حتى اذا يجي بوحده، اذا يجي بوحده بعدين ما نضرب بالدي اكس راح يصير عندي الواي في الدي اكس، فما راح يصير اختلاط متغيرات. اذا مجرد ان يدخل عندي الواي بالطرف اليمين سواء بوحده او مع الاكس، فمعناها بعد ما يصير اكامل راس، ما يصير اكامل الطرفين راس. راح نجي ناخذ الانواع اللي ممكن حلها من فيرست اوردر بالمحاضرات اللاحقه ان شاء الله. بس واحد قد يسال يقول انا يعني ليش اتعامل مع المعادلات التفاضليه؟ شنو اهميه المعادلات التفاضليه؟ او منين تجيني؟ شنو الاوردر؟ شنو الاصل مالتها؟ منين تجي المعادله التفاضليه؟ طبعا اصلها اما مسائل رياضيه هندسيه، يعني مثلا خلينا نقول واحد مطلوب من عنده ايجاد المنحنيات اللي تكون مساويه الى مشتقتها الاولى او الى ميلها، مثلا جد المنحني، جد منحني مساوي الى ميله. نحن نعرف بان ميل المنحني هو مشتقته الاولى، بس خلينا نفرض المنحني، خلينا نفرض هو واي، خلينا نفرض المنحني هو واي والسلوب مالته الميل مالته اكيد راح يصير مشتقته دي واي اوفر دي اكس، اذا جاي نفترض الواي تعتمد على الاكس. فاذا اريد احل هيك معادله المنحني المساوي الى ميله، فلازم اخليها بالصوره هذه، اقول واي مساوي الى ميله دي واي اوفر دي اكس. هسه هذا اصبح طرف يمين يساوي الطرف يسار، اصبحت معادله بما انها موجوده مشتقه بها، اذا هذه معادله تفاضليه. لاحظ، اذا لحل هيك نوع من المسائل لازم احل معادله تفاضليه، لازم اتخلص من المشتقه يعني احل معادله تفاضليه. فاحنا هيك نوع من المسائل، مسائل رياضيه هندسيه ممكن تواجهنا، فانا يعني مضطر اتعامل مع المعادلات التفاضليه. او بعض الاحيان تجيني من تطبيقات فيزيائيه او هندسيه بصوره عامه، فيزيائيه بصوره عامه، مثلا هالمعادله سمشن اف يساوي الام في مشتقه اكس الثانيه نسبه للزمن اللي هي سكند اوردر نيوتن سكند اوردر لو، قانون ثاني نيوتن، قانون الحركه. نعرف التوازن عند سمشن اف مجموع القوى لازم يساوي صفر، هذا بالاستاتيك، بينما بالدايناميك لازم يساوي الكتله في التعجيل. فهيك نوع من المعادله التعجيل هو مشتقه ثانيه، إذا أصبح عندي طرف يسار يساوي طرف يمين، هذا معادلة لأن بها موجودة مشتقة، هذا معادلة تفاضلية. فأنا لما أتعامل مع هاي المعادلة التفاضلية لازم أتعامل مع المعادلة التفاضلية. إذا كل الأحوال راح أضطر أتعامل مع المعادلات التفاضلية. أو مثل ما أخذنا مقاومة المواد المرحلة الثانية، مشتقينا معادلة الانحناء لعتب ما لبيم معين، شفتوا توصلنا إلى الإي في الآي اللي سميناها هذه الجساء مالت البيم، يعني مقاومة الانحناء الاي مودس اوف الاستيستي معامل المرونة، والاي هو المومنت اوف انرشيا حول محور الانثناء، في المشتقة الثانية الواي، والواي هو الديفليكشن، الاي في المشتقة في مشتقة الديفليكشن الثانية يساوي سالب العزم سالب ام، والام هو العزم باي مقطع بالمقطع اكس. هذا توصلنا لمعادلة الانحناء في لكتشر ايكويشن. نشتقينا يعني عندي مسألة هندسية، مسألة فيزيائية، من اجي احللها تحليلها راح ينتج لي شنو؟ معادله تفاضليه. فانا مضطر اتعامل مع المعادله التفاضليه لان عندي مشتقه. فاذا منين تجي المعادلات؟ معادلات يعني تجي اما من معادلات او مسائل رياضيه مثل هذه المساله، او تجي من اشتقاقات هندسيه مسائل فيزيائيه مثلا، اجي اشتقها، من اشتقها من احللها على مود احلها راح اشوف بالاخير احصل على مشتقه، معادله بها مشتقه، يعني معادله تفاضليه. فلازم اتعامل مع فان بكل الاحوال، يعني لان راح اتعامل مع مسائل هندسيه، والمسائل الهندسيه من اجي احللها باغلب الاحيان راح احصل على معادلات تفاضليه. زي انا حتى احلها لازم اعرف شلون اتعامل مع المعادلات التفاضليه، لذلك هالموضوع هذا حل المعادلات التفاضليه مهم بالنسبه لنا، فراح نجي ناخذه ان شاء الله بالمحاضرات اللاحقه.